خلونا نروح لخبر آخر بيتحدث عن لقاء دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن هو التقى بوفد عراقي رفيع المستوى برئاسة المهندس حسين عبد الأمير بكا وكيل وزارة الموارد المائية العراقية. الزيارة بتأتي في ضوء نتائج زيارة دكتور عبد العاطي لدولة العراق الشقيقة في شهر مارس الماضي للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، والتي جرى خلالها أو في خلال هذه الدورة الاتفاق على الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية من خلال تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة من البلدين للاطلاع على تقنيات الري الحديثة، إعادة الاستخدام، طرق المعالجة والقضاء على ظاهرة التصحر ومقاومة الحشائش المائية. وكمان أشاد دكتور عبد العاطي بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، وأشار لضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية. العراق من الدول اللي عندها يعني الأنهار وعندها فرص واعدة في فكرة الاستثمارات الموجودة للمياه داخل هذه الدولة العريقة طبعا على المستوى التاريخي. وجود مثل هذا الاتفاق وتشكيل هذه اللجنة اللي هيتيحوا للبلدين، يعني هيتيح علاقات متعددة، يتيح فرص عمل بين الشعبين، يتيح فرص كبيرة للقطاع الخاص والدولة المصرية ورجال الأعمال إن هم يعني يشوفوا الفرص الاستثمارية، الفرص الواعدة في يعني دولة العراق الشقيقة. ده اهتمام كبير طبعا من القيادة السياسية، الاهتمام بالعراق وعملية الربط الكهربائي وما ذلك، زيادة مثل هذه الفرص الواعدة بين مصر والعراق. هيتيح إن أنت يعني عدد كبير من الشركات، بالفعل هناك زيارات متعددة، لا نتحدث عن وزارة الموارد المائية والري فقط، ولكن هناك عدد كبير من رجال الأعمال زادوا أو زاروا العراق للتعرف على هذه الفرص. وكذلك لدينا تجربة كبيرة بالنسبة لعملية يعني تطهير الترع ونهر النيل وكذلك الحشائش وما ذلك، هناك عدد كبير من هذه الأمور. الوفد العراقي بالفعل يعني زار وزارة الموارد المائية والري، وزار عدد كبير من المباني الخاصة به وتعرف على كل هذه الأمور. حتى بالنسبة لي هناك يمكن اليوم زيارة أخرى لمحافظة القليوبية، يعني هيشوف كل هذه الفرص الواعدة، هيشوف كل هذه الفرص الناجحة لدى الدولة المصرية حتى ينقل هذه التجربة بالنسبة للعراق. العراق طبعا هيستفيد من هذه الزيارة، الدولة المصرية بتستفيد وبتبني على الزيارات التاريخية اللي طبعا بتقوم بها القيادات السياسية في هذا، واحنا شفنا يعني زيارة رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية للعراق وكذلك الزيارات المتبادلة، ان انت بتتيحي وبتفتحي مجالات ارحب او مجالات يعني كبيرة بالنسبة للاستثمار، سواء بالنسبة للشعب العراقي او بالنسبة للشعب المصري، ويستطيع القطاع الخاص ان هو يزور العراق ويتعرف على اعادة الاعمار، ازاي يتم اعادة الاعمار. بالنسبة لي الربط الكهربائي والدولة المصرية مهتمة جدا بموضوع الربط الكهربائي، لا هذه الزيارة طبعا بتبني على الزيارات اللي هي تمت خلال الفترة الماضية، وتستطيع ان انت بتبني شراكات متعددة، شراكة استراتيجية بينك وبين العراق. وزي ما حضرتك تفضلتي هناك يعني علاقات متينة بين الدولة الشقيقة بين مصر والعراق، وان انت السادة الوزراء او المسؤولين بيبنوا على هذه الزيارات التاريخية. صحيح.